جوزي هو يأمن كل شيء، وهلأ أنا لوحدي يعني عم ربي عيلتي. أنا بالمساعدة المالية بقدر أنا أدفع على الأجار الأتوكار. أنا بقول لهم لأولادي إنه أنا ما رح ورط لكم شيء، إنه بعد ما مات بيكون أنا ما رح ورط لكم شيء، أنا بقدر أعلمكم، بقدر أشتغل تعلمكم أنتم، بس تتعلموا أنتم من خلال شهاداتكم أنتم بتجيبوا اللي بدكم إياه. They are able to go to the bank whenever they want to withdraw the money. It gives them dignity and it gives them the freedom of choice, and it's really important for them. ما بنزل ما بروح بترجع حدا.